التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحانية. مع انطلاقات أشواط سن الكبار، سن الحيل والزمول من مسافة 8 كيلومترات، هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. انطلاقة شوطنا 12 من مجمل أشواط هذا اليوم الخاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات، انطلاقة موفقة وسليمة بعون من الله تعالى، ثم بجهود اللجان المنظمة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. إذا متابعينا الكرام، نبحر مع المركز الأول، نتابع مقدمة الشوط سحايب من هجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات من تنطلق من الجانب الآخر. أتابع شعار هجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق من الجانب الآخر. متابعينا الكرام، مع انطلاقة الطيارة من تحلق على ثاني المراكز لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، أو هنا سحابة، نعم هذه سحابة صاحبة المركز الثاني، المركز الثالث الطيارة. الطيارة تحتل المركز الثالث لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع، رابع التحديات. نتأخر قليلا لنتابع رابع المراكز، شعار هجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري مع محبة من تنطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات، مواري لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، نداءنا الأول والعودة مباشرة مع أول المراكز. سحايب تحلق هنا في أرضية ميدان الشحانية بهذا الانطلاق المميز لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني الطيارة على ثاني المراكز لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث. ناخذ المركز الثالث، نتابع انطلاقة هذا الشوط على ثاني المراكز، سحابة من هجنة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الرابع، ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز، هنا محبة من هجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. المركز الخامس، ناخذ المركز الخامس من الجانب الآخر، أرى التحدي والانطلاق متابعينا الكرام في هذا الشوط. هنا مقام أو هنا متابعينا الكرام من تتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الرابع، مواري من هجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا متابعينا الكرام، أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية، في هذا النقل الحي والمباشر نتابع تحديات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في سباقنا المحلي التاسع في آخر أيامه، في أيضا ما قبل الختاميات. ننطلق مع هذه الأسماء المميزة، نتابع المركز الأول، سحايب تقود هذا الشوط لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، يتابعها بعملية التضمير. المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني، الطيارة على ثاني المراكز من هجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مقدم لنا الطيارة على ثاني المراكز. المركز الثالث، وصلت مواري ومواريها أيضا ناموس هذا الشوط مع شعار هجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان الوهيبي مقدم مواري على ثالث المراكز. المركز الرابع، سحابة لهجنة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي يتابعها في عملية التضمير، بينما المركز الرابع وصلت مقام أو هنا مشاهدينا الكرام على خامس المراكز، مقام من هجنة الشحانية مع المضمر
العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى، هناك أسماء لن نحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المركز الأول، وكما تتابعون فيها هذا التحديات المميزة على أول المراكز سحايب لا زالت على الصدارة، أو هنا الطيارة، الطيارة غيرت في هذه اللحظات إلى المركز الأول وانتقلت نقلة ممتازة إلى أول المراكز من هجنة الشحنية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثاني، المركز الثاني سحايب من هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث مواري، مواري على ثالث المراكز من هجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مقدم لنا مواري على المركز الثالث، ومقدم أيضا سحابة على المركز الرابع، ومقدم مقام على خامس المراكز بشعار هجن الشحانية. هنا متابعينا الكرام العملاق سلطان الوهيبي يواصل تحدياته في هذا اليوم، قدم الجزيرة وقدم دلوف الأشواط الرئيسية. هنا متابعينا الكرام عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى زمام أمور هذا الشوط. هنا سحايب، سحايب على الصدارة، سحايب والطيارة في موقع واحد في تحدي كبير وفي انطلاقة مميزة مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري ومع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا في معركة طاحنة في ميدان الشحانية، نتابع الطيارة تجاوز في هذه اللحظات إلى المركز الأول لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق. بينما المركز الثاني، المركز الثاني سحايب من هجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثالث وصلت مواري، مواري وعليها خطورة، مواري، مواري لهجنة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الرابع، المركز الرابع سحابة من هجنة الشحانية. المركز الخامس تتواصل مقام لهجنة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمس الأولى لم يتغير شيء إلا هناك على الصدارة، مواري غيرت على المركز الأول، انطلقت في هذا التحدي كما تتابعون أعزائي المشاهدين. مواري ولقطة مميزة من المخرج محمد فيضي، يلتقط التقاطة ممتازة لمواري، هي صاحبة المركز الأول تنطلق في هذا الشوط. ولكن عادت مرة أخرى، عادت سحايب لتعلن أيضا التحدي في هذا الشوط، والطيارة، الطيارة وأيضا سحايب ومواري في مع المراكز الثلاث الأولى. بينما المركز الرابع، المركز الرابع سحابة، المركز الخامس مقام، يا سلام يا سلام، هذه الأسماء المميزة رموز هجنة الشحانية تتواصل في هذا الإبداع وفي هذا التألق في هذا الموسم. نتمنى لهم التوفيق في أشواط الرموز، نتمنى للعملاق والذهبي والمشاغب والمبدع وكذلك أيضا مضمرين هجنة الشحانية الذين يحملون هذا الشعار، الشعار المميز اللي له جماهير ومحبين هذا الشعار المميز، شعار الدعم الغالي. ينطلق مشاهدين الكرام مع المراكز الأولى مع اختلاف المضمرين. هنا مواري على الصدارة، مواري على المركز الأول، غيرت وجاوزت إلى المركز الأول لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الطيارة، الطيارة من الجانب الآخر تحلق في ميدان الشحانية بشعارها المميز، شعار هجنة الشحانية ينطلق مع العملاق سلطان الوهيبي. المركز الثالث، يا سلام، مرحبا بشراع صاحبة كاس في سن الاجذاع في ميدان الوثبة، تنطلق شراعه مشاهدين الكرام لهجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع، يا سلام يا سلام، سحايب، سحايب على رابع المراكز ووصلت محبة على المركز الخامس مع هجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا سلام يا هشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، عودة مع التحدي الأول مع مواري على الصدارة، مواري على المركز الأول، ومن الجانب الآخر الطيارة، والمركز الثالث شرعه مع شعار هجنة الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يسيطر على المراكز الثلاث الأولى مع 1500 متر مشاهدينا الأعزاء، ما يتبقى عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. المركز الرابع، محبة 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 لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن
فاران المري وخامس المراكز خامس التحديات سحابة من هجنة الشحنية. ولكن متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود مع القيادة، مع أيضا لوحة الكيلو المتر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الإثارة هنا في ميدان الشحنية. نتابع هذه الشعارات والأسماء القوية القوية. يا سلام، المركز الأول الطيارة، الطيارة على المركز الأول، الطيارة محلقة في هذا الشوط، محلقة بناموس هذا الشوط. ولكن مواري على المركز الثاني، المركز الثالث شراعو قادمة في هذه اللحظة لتعلن التحدي بالانطلاق الرائع بهذا الحضور المميز. المركز الرابع وصلت محبة، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، العملاق المضمرين سلطاب محمد بن سالم الوهيبي يتقدم مع المراكز الثلاثة الأولى بقيادة مواري هالفوز والناموس في هذا الشوط. ولكن الطيارة وشراعوه، يا سلام يا سلام، ولكن مواري هي صاحبة المركز الأول. هنا الطيارة تحاول مع الأمتار الأخيرة، وشراعوه طارت في هذه اللحظات، شراعوه يا سلام يا سلام يا هشوط. هنا مواري على الصدارة، مواري، ولكن الطيارة بمحركاتها الجوية تنطلق مشاهدين الكرام وتحلق على ثاني المراكز وتغير في هذه اللحظات إلى المركز الأول. استلمت زمام الأمور، ولكن اشرعوا مع اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة. هنا اشرعوا على الصدارة، تحمل الرقم واحد وانطلقت إلى المركز الأول. سلام لهجمة الشحنية، سلام للمؤسسة العملاقة التي تمتلك اشرعوا صاحبة المركز الأول، صاحبة الكاس في ميدان الوثبة. تهانينا والنموذج للمؤسسة العملاقة، مؤسسة هجنة الشحنية على فوز رعو بالمركز الأول. والتهاني إلى المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني. مواري من هجن الشحنية، المركز الثالث الطيارة من هجن الشحنية. يا سلام، المركز الأول تحمل الرقم واحد، المركز الثاني تحمل الرقم اثنين، بينما المركز الثالث تحمل الرقم ثلاثة. سلام يا العملاق. المركز الرابع وصلت محبة من هجن الشحنية، المركز الرابع الخامس جاءت فيه الشايبة اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر فهد بن حصين النعيمي. إذن متابعينا الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى، تابعنا شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز شراعوه، وايضا شرعوه من الاسماء الخطيره ومن رموز هجنه الشحنيه. نهني العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم شرعوه الى خط نهايه 12 دقيقه 42 ثانيه والجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني مواري تحمل الرقم اثنين لهجنه الشحنيه مع المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي 12 دقيقه 43 ثانيه والجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثالث الطياره تحمل الرقم ثلاثه ومحتله المركز الثالث بتوقيت وقدره 12 دقيقة 43 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة الشحنية، والتهاني إلى المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.